مشاهدونا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من قناة النصر 24 إليكم نشرة الأخبار، هذه عناوينها: إنشاء أول مسلخ بمواصفة عالمية بتشاد للنهوض بالقطاع الاقتصادي. مفوضية السلام تعقد ورشة بعنوان مسارات التفاوض بالتنسيق مع عدد من الشركاء. انطلاق الحملة الدعائية الكبرى للانتخابات الرئاسية بالجزائر المقررة في 12 من ديسمبر. والموفد الأمريكي الخاص لشؤون إيران براين هوك يعتبر أن ما يحدث في إيران ضد المتظاهرين غير لائق. إنشاء أول مسلخ بمواصفة عالمية بتشاد للنهوض بقطاع الثروة الحيوانية الذي من شأنه أن يعزز الاقتصاد كما يسهم في الحد من البطالة وسط الشباب بإيجاد فرص عمل وعيش كريم. هذا وقام وزير الدولة برئاسة الجمهورية كالوزوبي باهيم ديبي يرافقه وزير الثروة الحيوانية جيانغ سواري بزيارة تفقدية للمسلخ للوقوف على سير العمل. بس كده نقول أباتوار ده هو ماشي أديل عشان هني قدر سنة يكمل له بدأ بنا جا كان بنتيرة كله كي يكمل. لكن أباتوار ده هو ما بنا بس ما في إنده لو إكيبي ما جايب مسامير إندا يربطوه مكيرة خلاص شغل ده جايب جمو من برا وهسا كده في كلام أنا بونا ده كله كي بأكما ما تلفلو برا قادين تو ديكزيكيشيا غرا 89 في المية ده خلاص الفضل الأشرة وفي مية ده ما إكيبي ما اللي يربطوه وإكيبي ما ده كله كي جايب جمو من برا ده كله كي جابوه خلاص كما ده كله كي جايب ده تمانة وتسين جايز جايب الاثنين ده كونتينر ثلاثة كله جايين في درب دونك كما بدا كله كايد شغل كي البداري كي اباتوار ده ما بكمل لكي ما في حكومة كفاتا قروز ده كله كي وكما بدا كله جايز جايب ناس الجايب بيجو باربطهم ده جايين من بره كله ناس ده كله جايين دونك هيني لي سنة يكمل ده وبدا كله يكمل ملاكين انتنام شهر وايد زيادة فوقها عشان له تعرفوا اكيبمان دونك ريغلاج دول ان دوغ في كاد 31 جانفييه خلاص ينتونا. نظم متحف الموروثات الثقافية حملة للتبرع بالكتاب بمشاركة العديد من المؤسسات التعليمية العامة والخاصة. المنسق العام للموروثات الثقافية أرنو دينغاب رحب بالحضور شاكرا جهودهم في جمع الكتاب دعما لنشر العلم والثقافة كونه المصدر الأساسي للعلم والمعرفة. جهودة عن العناية بالكتاب أنه يحتاج إلى القاعدة وإلى القمة. الآن نحن في الدعم القاعد للكتاب، وأعتقد حضوركم يدل على أن نحن عندنا رغبة أن نحن ندعم الكتاب. وزيرة الثقافة والتنمية السياحية مادلين ألانجي أشادت بالخطوة الجادة التي قامت بها المؤسسات بالتعاون مع متحف الموروثات، مؤكدة اهتمام رئاسة الدولة بأمر التعليم ونشره. اليوم استقبلنا 15 من الوحش، الاسم هو أداكس، لكن نحن في تشاد كما نقول نسموه الأقس. واليوم الحمد لله في أول مرة في بلدنا وممكن في العالم هذا الحيوانات تجي وترجع لوطنها. وصلت الطائرة المحملة بالحيوانات البرية القادمة من إمارة أبوظبي برفقة الفريق الفني لحماية الحياة البرية التابعة لهيئة أبوظبي للبيئة، حيث كان في استقبالهم وزير البيئة والمياه والصيد محمد إبراهيم جمال الدين ووالي ولاية والداي رمضان أردوغو. هذا وأشاد وزير البيئة والمياه والصيد بهذه الخطوة التي تؤكد مدى اهتمام شركاء البيئة لتنفيذ الاتفاقية المتعلقة بإعادة توطين الحيوانات النادرة في موطنها الأصلي. في الشأن السوداني، طالب مجلس السيادة بالسودان خلال اجتماعه برئاسة رئيس المجلس الفريق والركن عبد الفتاح البرهان بدعم المفوضية القومية للحدود بما يمكنها من القيام بدورها على الوجه الأكمل.
وشدد المجلس وفقا للناطق الرسمي باسم المجلس محمد الفكي سليمان في تصريح له على ضرورة ضبط كل الخرائط لتظهر حدود السودان وإنتاج أطلس خاص للحدود السودانية والدول المجاورة لها. وأعلن الفكي أن المجلس وجه بإنشاء المجلس القومي للحدود ليعمل جنبا إلى جنب مع المفوضية استعدادا لترسيم كامل للحدود. ووجه المجلس بناء على هذا التقرير الذي اطلع عليه باتخاذ عدد من الإجراءات، منها دعم المفوضية بعدد من الاحتياجات التي طلبتها في السيارات، في المغرة، في تجهيز الكوادر للتدريب، في توفير الفرص. مفوضية الحدود طبعا هي مفوضية مهمة جدا، هي اللي بتحدد مساحة السودان الحقيقية والتراب الوطني. معروف إن السودان عاني من مشاكل في حدوده في مع عدد من الدول، وهذه المشاكل تطاول عهدها. لذلك آلت المفوضية على نفسها بتوجيه من المجلس السيادي في إنها تجمع كل الوثائق التاريخية من كل مظان تواجدها، سواء كان في دار الوثائق المركزية أو في جامعات الغربية أو في عدد من مختلف الدول، وتجهز هذه الملفات لتثبيت حقوقنا على ترابنا الوطني في كامل الامتدادات. كما وجه مجلس السيادة بتأجيل ترسيم الحدود في الولايات خصوصا في المناطق الحولها اختلاف، حتى يتماشى هذا الأمر مع الحوار الجاري في جوبا حول اتفاق السلام مع حركات الكفاح المسلح ومع المجموعات المطلبية، لأنه معروف إن هنالك عدد من الولايات لديها خلافات حول حدودها الداخلية، وهذا الأمر مهم جدا لأنه بترتب عليه توزيع للثروات وتوزيع للمعادن في بعض الولايات وغيرها. كما أكد الاجتماع، عقدت مفوضية السلام ورشة بعنوان مسارات التفاوض بالتنسيق مع عدد من الشركاء. وقال القيادي إبراهيم الشيخ أن الدولة تتجه نحو السلام، وعدد اللجان المشاركة المنبثقة من المجلس السيادي ولجنة مجلس الوزراء ولجنة الحرية والتغيير. هذا ويتلقى أعضاء هذه اللجان جرعات تدريبية للتفاوض. كما أكد الخبير من المجموعة السياسية في القانون الدولي دكتور بول ويليام أن عملية السلام في السودان تحتاج إلى هذا التدريب ودعم الفرقاء بغرض الوصول لتسوية بناء عملية السلام لتحقيق الاستقرار والتنمية. الآن الهم الأساسي كله صار السلام، الدولة كلها الآن بتتجه بكلياتها لإنجاز عملية السلام بفهم كبير جدا ووعي كبير جدا بقيمة السلام وآثاره على التحول الديمقراطي، آثاره الاقتصادية، آثاره على حياة الناس اليومية. وبالتالي طبيعي جدا الآن بنلقى كل أجهزة الدولة تولي اهتمام كبير جدا والعملية بتاعت السلام، من حيث إعداد الكادر، من حيث برضو حتى تلمس ونقاش القضايا الجوهرية اللي أفضت أصلا تاريخيا للحرب. الآن هي برضو مكان بحث، وكان الترتيبات الأمنية، سواء كان مسائل الإدارة والحكم، سواء كان التنمية الاقتصادية، سواء كان القوانين والتشريعات المختلفة. الآن برضو في 4 لجان شغالة في المحاور دي بقيادة 4 وزراء مركزيين وبتنسيق كامل مع كل الأطراف المعنية بالسلام. The peace process is progressing. السودان محتاج لدعم الفرقاء السودانيين بغرض الوصول إلى تسوية. هذه العملية تحتاج إلى تدريب فيما يلي مسارات التفاوض المختلفة، ونحن كمركز متخصصون في هذا العمل ولدينا أنشطة سابقة في دول عديدة. وصناعة السلام تحتاج لثلاث مسارات: صناعة، ثم بناء، ثم حفظ. وببناء عملية السلام ستتحسن الأوضاع الاقتصادية بالسودان. قبيل انعقاد جلسة مجلس النواب اللبناني لإقرار قانون العفو، حدثت عملية تدافع من القوى الأمنية والمحتجين في مجلس النواب، ذلك على خلفية إصرار المحتجين على اجتياز الأسلاك الشائكة ومنع النواب من حضور الجلسة. وعمد المحتجون لمنع دخول كافة الآليات ومنها سيارات الصليب الأحمر خشية أن تنقل نوابا إلى البرلمان. هذا وقاطعت كتل سياسية الجلسة وانضمت للمحتجين استجابة لطلبهم.
أعلنت الحكومة الإيرانية إصابة عدد من قوات الأمن بالسلاح الأبيض جراء فض التظاهرات الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود وإغلاق المعبر الحدودي بين إيران والعراق. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الإيرانية تعليقا على الاحتجاجات، قال إنه بلغهم أن هناك من يستخدم السلاح الأبيض وأصيب عدد من قوات الأمن إضافة لمقتل أحد أفراد قوات الأمن. ونقل موقع إيراني عن الحرس الثوري أنه سيرد بشكل حاسم وثوري. انطلقت الحملة الدعائية للانتخابات الرئاسية بالجزائر المقررة في 12 من ديسمبر المقبل وسط أجواء وصفت بالمشحونة، حيث واجه المترشحون الشارع المنقسمة حول هذه الانتخابات. اعتبر الموفد الأمريكي الخاص لشؤون إيران براين هوك أن ما يحدث في إيران أبعد من تظاهرات اعتراض على أسعار الوقود، وأكد هوك أن النظام الإيراني يعمد لقمع المتظاهرين الذين يطالبون بحياة أفضل. إن ما يحدث أكبر من سعر الوقود، إنها تظاهرات على مستوى البلاد وهي ضخمة وتعني الشيء الكثير، وهي أكبر من تظاهرات 2017 و2018، والنظام أيضا عمد إلى قتل شعبه الذي يتظاهر، وما يتظاهرون من أجله هو حياة أفضل، وهم تعبوا من رؤية ثرواتهم تهدر في بيروت ودمشق وبغداد وصنعاء، ويريدون رؤية الثروة مستثمرة في طرقات أفضل ومدارس أفضل واقتصاد أفضل. لذلك نرى أن الإيرانيين بالألاف انضموا إلى التظاهرات ونحن نقف إلى جانبهم، نقف إلى جانب الشعب الإيراني، هم يستحقون حكومة أفضل تمثيلا. والوزير بومبيو أوضح اليوم أننا ندعمهم ونجب النظام لمنعه الإنترنت ولاستعماله القوة القاتلة ضد المتظاهرين السلميين. النشرة انتهت، إليكم تذكير بأهم ما ورد فيها. إنشاء أول مسلخ بمواصفة عالمية بتشاد للنهوض بالقطاع الاقتصادي. مفوضية السلام تعقد ورشة بعنوان مسارات التفاوض بالتنسيق مع عدد من الشركاء. انطلاق الحملة الدعائية الكبرى للانتخابات الرئاسية بالجزائر المقررة في 12 من ديسمبر. والموفد الأمريكي الخاص لشؤون إيران براين هوك يعتبر أن ما يحدث في إيران ضد المتظاهرين غير لائق. من قناة النصر 24 قدمت إلى حضراتكم نشرة متكاملة للأخبار. شكرا للمتابعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.